السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم المحاضرة الرابعة من كورس جيولوجيا النفط، واليوم حنتكلم عن أحد المواضيع الشيقة في علم جيولوجيا النفط، وهو عملية تقييم صخور المصدر وذلك لمعرفة جودة الهيدروكربون الموجود بها، وهو ما يعرف بـ الروك ايفالويشن باستعمال الروك ايفال، باستعمال جهاز الروك ايفال. نبدأ الآن على بركة الله. تعتمد هذه الطريقة على تقنية الانحلال الحراري، وذلك من أجل تحليل نسبة الهيدروكربون الموجودة في الصخور ومعرفة مدى النضوج الخاص بها، حيث يتم الحصول على عينة من الصخور التي تحتوي على هيدروكربون بداخلها، ومن ثم يتم تعريضها إلى كمية من الحرارة من أجل القيام بعملية الانحلال الحراري، ومن ثم قياس نسبة الهيدروكربون بما في ذلك النفط والغاز المتولدة من الصخر بعد تحفيزه بواسطة عملية الانحلال الحراري. والهدف من هذه الطريقة هو الحصول على بعض القراءات التي يمكن من خلالها معرفة سورس روك. وطبعا تم تسمية هذه الطريقة بالروكيفال، وذلك لأن تصنيع بواسطة شركة فرنسية. ويعتمد على نوعين من المستشعرات، وهما الـ FID و TCD كما موضح أمامكم. هنا يتم وضع العينة المراد إجراء الاختبار عليها، ومن ثم نقوم بإضافة الحرارة إلى داخل العينة فتحدث عملية الانحلال الحراري، ومن ثم يقوم الجهاز بتسجيل النتائج المتحصلة عليها من الانديكاتور FID والانديكاتور TCD، وذلك للحصول على العديد من النتائج. ناتي الآن إلى تشخيص البارامترز الخاصة بالروك إيفال. في البداية يتم استعمال هذا الجهاز وذلك للحصول على عدد قراءات. يتم تشخيص هذه القراءات وذلك للحصول على العديد من النتائج. أول هذه النتائج هي نسبة الهيدروكربون بالإضافة إلى نسبة ثاني أكسيد الكربون، وأيضا أقصى درجة حرارة ومحتوى ونسبة المئوية للتي أو سي. والآن فنلقي الضوء على هذه الرموز. بالنسبة للإسوان فهي تمثل أي كمية موجودة بصورة حرة من الهيدروكربون، قد تكون في صورة غازية أو صورة سائلة موجودة في العينة. وفي العادة تكون قيمة الإسوان أكبر من 1 ملي جرام لكل جرام، وبالتالي تندرج تحت الأويل شو. وبالنسبة للإستو فإن تمثل أي كمية من الهيدروكربون تم توليدها بعد عملية التكسير الحراري، وبالتالي يجب أن تكون نون فوليتال أورجانيك ماتيريال. وبالنسبة للإستري فهي تمثل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تولدت نتيجة الانحلال الحراري الخاص بالكيروجين. مع ملاحظة أن قيمة الإستري تمثل مقياس لنسبة الأكسجين الموجودة في الكيروجين، بالإضافة إلى أن لدينا التيمكس، حيث أن التيمكس تمثل درجة حرارة أقصى نقطة يحدث فيها عملية إطلاق للهيدروكربون نتيجة عملية التكسير الحراري للكيروجين. ويجب ملاحظة أن التيمكس ليست هي أقصى درجة حرارة، بل هي درجة حرارة عند أقصى عملية انحلال، وبالتالي تظهر قيمة التيمكس عند قمة الإستو. ناتي الآن إلى الرموز الأخرى المستعملة في عملية الروكيفال بارامتر إنديفيكيشن. بالنسبة للبي آي هي عبارة عن برودكشن إندكس، وهي معدل الإنتاج، وهي عبارة عن S1 مقسومة على S1 زائد S2، بالإضافة إلى البي بي وهي اختصار للبتروليوم بوتنشال، وهي عبارة عن S1 زائد S2. وبالنسبة للتي أو سي فهي توتال أورجانيك كربون، وهي عبارة عن الكمية الكلية للهيدروكربون الموجودة في العينة، وهي تمثل غزارة المادة العضوية الموجودة في صخر المصدر، بالإضافة إلى أن اتش أي هو الهيدروجين إندكس، ويساوي أن S2 مقسومة على التوتال أويل كونتاكت مضروبة في 100%. وأيضا فإن قيمة الاتش أي يتم استعمالها ذلك لمعرفة جودة حفظ المادة العضوية الموجودة في صخر المصدر، أو أي أكسجين إندكس، ويمكن حسابه بالمعادلة التالية. كمان يمكن استعمال الأكسجين إندكس وذلك لمعرفة طبيعة عملية الأكسدة التي تعرضت لها عينة صخر المصدر. ناتي الآن إلى الكلاسيفيكيشنز الخاصة بكل خاصية من الخصائص السابقة. نبدأ بالتوتال أورجانيك كربون كونتنت، عندما تتراوح القيمة الخاصة به ما بين 0.01 إلى 0.2% فإنه يكون فيري بور. وأيضا باقي التصنيفات أمامكم، بور فير ريتش فير ريتش. وبالنسبة للبتروليوم بوتنشال فإن قيمته تتراوح ما بين 0.01 إلى ما يقارب ال 20 كما وضح أمامكم، بوحدة ملي جرام لكل جرام. وأيضا لدينا الهيدروجين إندكس وأيضا الأكسجين إندكس كما وضح أمامكم، بالإضافة إلى قيمة الإس 1 والإس 2، بالإضافة إلى قيمة
الهيدروكربون جنريتيف بوتنشال اضافه الى احتماليه تولد النفط والغاز استعانه بقيمه اتش اي. وبالتالي نصل لنهايه محاضرتنا اليوم. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.